اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال ومتظاهرين فلسطينيين في عدة مناطق في الضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز في مواجهات وقعت في مدن بيت لحم والخليل ورام الله وطول كرم وجنين وقلقيلية عقب خروج مسيرات بعد صلاة الجمعة تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك. المزيد مع نبال فرسخ. نصرة للقدس والمسجد الأقصى، تواصلت المسيرات والمواجهات في الضفة الغربية التي عمت معظم المحافظات تنديدا بانتهاكات الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى واقتحامات المستوطنين لباحاته. الشباب كلها طلعت للأقصى، وكل يوم المستوطنين بيقتحموا الأقصى، وعشان هيك طلعنا مسيرة للأقصى. هذا الإشي بيستفزنا كثير كشباب فلسطينية، اقتحامات كل يوم للأقصى، هذا الإشي استفزازي وبنسكتش عنه، لازم يعني يطلع مواجهات. احنا جايين اليوم نصرة للأقصى وللمرابطات في الأقصى، وإن شاء الله رح نشوف فلسطين حرة. عشرات الفلسطينيين أصيبوا اليوم بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، عدا عن الإصابات بالرصاص المعدني والحي، حيث دفع الاحتلال بتعزيزات من الدوريات العسكرية للتصدي لغضب المتظاهرين الثائرين لحرمة أقصاهم. طبعا احنا كنا متواجدين للجدار للبواب نعلق علينا فلسطين، فجانا بجيش الاحتلال يقبع علينا في نصف الطريق ويطلق علينا قنابل الغاز والحي، يعني أقمع المسيرة بشكل تعسفي وما شغل عنف. نوصل رسالة لهذا المحتل الغاشم بأن أقصانا سيبقى أقصانا، وأن هي خلق من المزعوم لن يقام ولن يبنى لو بذلنا كافة أرواحنا ولا بذلنا دمائنا رخيصة لهذا الوطن. حتى الآن لم يشهد المسجد الأقصى إجراءات حاسمة تهويدية كما يشهده الآن، ولأن الشعب الفلسطيني لم يشهد فترة ركود وخمول كما يشهده الآن. إن تنازلنا عن المسجد الأقصى فلنكن مستعدين للتنازل عن أعراضنا، عن أراضينا. الشعب الفلسطيني لن يسمح للإجراءات التهويدية أو الإجراءات الاحتلالية أن تمر على المسجد الأقصى. وفي ظل أخطر الظروف التي يعيشها المسجد الأقصى، تبقى ردود الفعل الفلسطينية لا ترقى لمستوى الخطر الذي يهدد الأقصى، وتتواصل الدعوات المحلية لمزيد من عمليات المواجهة مع الاحتلال لردعه عن اعتداءاته بحق المقدسات والإنسان الفلسطيني. هو أولى قبلتكم محاصر يعبث به الاحتلال والمستوطنون بعد أن تأكدوا بأنهم مهما تمادوا في اعتداءاتهم لن يكون هناك رد فعل عربي يتعدى حدود الشجب والإدانة. أما فلسطينيا فالأحزاب عبرت عن موقفها ببيانات الاستنكار، فيما يشهد الشارع الفلسطيني مسيرات عفوية هنا وأخرى هناك، عزم المشاركون فيها على التضحية بحياتهم للحفاظ على ما تبقى من كرامة وقدسية للأقصى. من بلدة بودروس المحتلة، نبال فرسخ، رؤيا.